وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف من الكويت الكاتب والإعلامي السيد أحمد الفهد. نرحب فيك سيد أحمد في نشرة أنباء الثالثة من تلفزيون البحرين. سيد أحمد، العلاقات الكويتية البحرينية هي علاقات راسخة ومتطورة في كافة المجالات وعلى كافة المستويات. كيف تصف هذه اللحمة الأخوية التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة؟ مساكم الله بالخير أول شيء. الله يمسيكم. العلاقات الكويتية البحرينية هي علاقات يعني خلينا نقول أخوية، أكثر منها تكون رسمية تخضع لبروتوكول وقوانين وسياسات. الكويت والبحرين واحدة. نعم. يعني احنا نستغرب ان احنا ندش الكويت او ندش البحرين بالجواز، المفروض احنا ندش على بعض بدون جوازات بدون هويات. الكويت والبحرين توأمة. اذا اشتكت البحرين توجعت الكويت، واذا فرحت الكويت تفرح البحرين. نعم. العلاقات الحمد لله قوية ومتينة، والشعوب يعني على قلب واحد اذا صح هذا التعبير، في كل شيء، في الخير وفي الشر احنا متضامنين مع بعض. تجمعنا يجمعنا تاريخ، تجمعنا قواسم، تجمعنا افكار. فلا يمكن احنا اليوم نصف هذه العلاقات. العلاقات هي يعني هي كذي، هي مع بعض. ما يمكن ان احنا نقول والله اقتربت او ابتعدت، لا لا، الكويت والبحرين عينين في راس. فهذه العلاقات وهذه المحبة الله يديمها مميزة. أنا صراحة نحب دول الخليج كلهم، لكن أعتقد للبحرين مكانة في الكويت، للبحريني مكانة في قلب الكويتيين، والعكس. أنا مي البحرين أشوف الترحيب والكرم والطيبة في الكويتي بشكل يخجل، بشكل يعني يحسسنا أن احنا مقصرين. فهذه العلاقات لا يمكن صراحة وصفها، ممكن تعبير عنها، لكن وهذه العلاقات مايت من خلال قوانين وتوقيع اتفاقيات مشتركة. ما يأتي من علاقات تاريخية، من نسب، من أهل، من تفاهر، يعني كل هذه كونت هذه العلاقات الجميلة. نعم. من الكويت الكاتب والإعلامي أحمد الفهد، شكرا جزيلا لك.